صباح الخير يا رجاله، ايه الاخبار معاكم؟ والله تمام الله ينور كده. ايه لا بس بلاش كده، بلاش القطعه دي يعني لف كده، يعني عشان القطعه دي ممكن تبوظ الكوب. انا ببقى مبسوطه جدا وانا في قلب ارضي، واليوم اللي ما اللي انا ما بروحش فيه ارضي بصراحه بحس ان انا مش في المود، يعني مش مظبوطه. يعني انا بحب اقعد في ارضي، لو هقعد لنص الليل في الارض ببقى مبسوطه. رغم اشواكه اللي بتحيط بثمر وشجر التين الا ان ده مش بيمنع كل عشاقه واللي بيقولوا عليه يا ابو حلاوه يا تين. كل العبارات دي اول ما بنسمعها بنعرف ان موسم حصاد التين الشوكي بدا، وعلشان كده احنا النهارده موجودين بداخل مزرعه من مزارع محافظه البحيره. انا اسمي اميمه يوسف، عندي 60 سنة، من محافظة البحيرة، بشتغل مزارعة في أرضي تين شوكي من 30 سنة. ببدأ يومي أنا بعد صلاة الفجر من الساعة 5 الصبح، ببدأ أنزل الأرض، لو في عمالة بتجمع بنبدأ نقف معاهم، وبعد كده بناخدوا بعضنا وروحوا عشان خاطر ما نقدرش نستنى في درجة حرارة الأرض. الشوك بيطير على الهدوم، والشوك ده بيعمل حساسيه في الجلد. يلا الله ينور يا رجاله. الله يخليك يا ست الكل. الله ينور. الله يخليك يا ست الكل. الله ينور ويبارك في الزراعه يا رب. يا رب. احنا بنبدا الموسم من شهر 12، بيبدا خدمه الارض، يبدا ان هو يروي الارض ريه، وبعد كده يبدا يسيبها فتره. بنبدا بقى من شهر 1 تاخد مثلا رايه كل 15 يوم، طبعا لحد موسم الجمع بتبدا ان احنا نمنع الميه عنها. طريقه جمع المحصول بيكون من امتى لامتى؟ من اول شهر 7 او شهر يوليو لحد فتره يعني 20/8، بيبدا كده الايه التين يشطب جمع. ايه اهم انواع التين الشوكي اللي موجوده هنا؟ السكري والفراوله. أول ما بشوف المحصول بتابعه، هو لسه طالع زهرة صغيرة لحد ما يكبر، طبعا حاجة بتبقى يعني إيه بتفرح.